الناس اللي بتتفرج على الأخبار. رئيس جمهورية الأسبوع اللي فات في المنتدى الشباب الدولي قال إنه ببساطة وهدوء شديد ليبيا أمن قومي مصري. صح. والنهاردة قال إنه وحدة ليبيا على المستوى السياسي وعلى مستوى الجغرافيا مصلحة مصرية. صحيح. واستخدم كلمة من غير تصريحات تعمل دوشة، قال كده، قال من غير تصريحات وكلام كبير الأمن القومي المصري موجود في ليبيا أو هو جزء منه ليبيا. في ناس تقول لك التصريحات دي عاقلة جدا أو هادية جدا مقارنة باللي بيحصل، مقارنة باللي شايفينه على الأرض. ما تعرفش إيه اللي بيحصل، يعني قد إحنا فهمنا بقى إيه اللي بيحصل. ليس لدينا كل المعلومات. آه. يعني هل مصر طبعا لها وجود واضح في البحر المتوسط؟ كويس. مصر لها تواجد في ليبيا ولها قوة مؤيدة لها خصوصا في منطقة الشرق. وأيضا مصر تدرك أنه هناك من يحاول إبعاد مصر عن القضية الليبية اللي هي ملفات تخصك. ده لسه الراجل بيقول لك أنا كلمت جونسون اللي هو أردوغان. أيوة. كان يكلم جونسون بتاع جونسون. بريطانيا وقال له أهم شيء تونس والجزائر يحضروا المؤتمر اللي هنعمله عشان ليبيا. أيوة. مش مصر، يعني في محاولة لإبعاد مصر، لأن مصر مهما كان يعني قوة وركيزة لها تاريخ وأهمية في المنطقة. وعلى اللي يشكك في أهمية ليبيا المصري يبقى ما بيعرفش سياسة خالص. إزاي يعني؟ هل بتعتبر الموقف المصري موقف قوي في ليبيا؟ أعتقد أنه موقف يعني اتجه إلى يعني له ركائزه، مش موقف مبني على الفراغ. لا، احنا احتضننا هنا الأول فترة مؤتمرات المصالحة بين المجموعات والقوى والميليشيات. إنما طبعا عندك حاجتين في ليبيا، فلول داعش جزء كبير جدا منها موجود هناك، جماعة الإخوان المسلمين بدعم من أردوغان تحديدا بتحاول تجعل من ليبيا قاعدة. ده أطول شاطئ على البحر الأبيض في منطقة الساحل كله. أنا مش برضو مش شغلتي التحليل، بس أنا أحط الأحداث جنب بعضها. خلال الأسبوع اللي فات أعلنت الإذاعة الرسمية المصرية اللي احنا تعودنا أنها مصدر مهم، لما تعلن عن مقابلة ما بين رئيس الجمهورية وما بين وزير الدفاع وما بين رئيس أو بين قائد القوات البحرية، وبعدين يبقى في اعلان عن اسلحه جديده بتستخدم على المستوى المصري في البحر المتوسط، ولما رئيس الجمهوريه يتكلم عن انه الموقف الاوروبي والاوروبيين قالوا ان هم ضد التدخلات التركيه تحديدا. دي الركائز اللي حضرتك بتقصدها؟ دي الركائز اللي مصر بتتحرك على اساسها؟ شوف انا من على مستوى السياسي وعلى مستوى الارض، انا بالقياس على ما رايته في تاريخ عملي في مؤسسه الرئاسه، ان الرئيس لما بيجتمع مع قائد الجيش لوحدهم بيبقى عشان النشرة العسكرية. لا، كان تحديداً. الخبر اللي كان نازل كان فيه قائد القوات الجوية، معلش الجوية البحرية، ناس بحرية. طب بالتأكيد مع المناورات مع الرسائل المختلفة. يعني بالتأكيد، يعني أنا نستطيع أن أتصور أن مصر بلد بلمة قاعدة يعني تتفرج. هل دي رسائل الناحية التانية بتقراها؟ بالتأكيد هم عارفين أنه الراجل له نهج خاص، الرئيس السيسي ما هوش بتاع العبارات الصاخبة ولا الأصوات العالية، انما هو بتاع التصرف الهادئ والوصول الى نتيجه في النهايه. كان في الصاروخ البحري برضو اللي اتضرب من 10 ايام، كان تمت عليه تجربه من 10 ايام. مش قادر افتكر اسمه. يعني يعني بالتاكيد مصر عسكريا وسياسيا لا تقف مغمضه العينين مغلقه التفكير، لا، ده امور حيويه. يعني سواء حدودك الشرقيه وحدودك الغربيه وحدودك الجنوبيه وحدودك الشماليه في محاوله تطويقك من كل اتجاه. ليه فرنسا والمانيا وانجلترا وروسيا عندهم قلق ورفض للتواجد التركي في ليبيا؟ كلهم اعلنوا الكلام ده بشكل ده امر طبيعي. اولا مختلف، يعني دول الاتحاد الاوروبي ترى ان دعمها لليونان ولقبرص كاعضاء للاتحاد الاوروبي امر حيوي. وان ده تدخل وانه لا يستحب ان تمتد قوه في المنطقه على حساب الاخرين. برضو لو زاد الوجود المصري هتجد ان في محاولات للمعارضه. دايما المناطق دي بتبقى قابله للكسر، فراجايل. فعايز يخليك دايما تحافظ قدر الامكان على توازنات معينه. لو انت ناسي ان اللي منع ضرب ليبيا واوقفها ايام السادات ايام القذافي كان التليفون من كارتر، قالوا تقف العمليات الساعه كذا يوم كذا. لا ما اعرفش انا. لا طبعا، ومع انهم كانوا كفرانين من ليبيا، واول ما تولى الرئيس الاسبق الرئيس الاسبق مبارك، اول ما تولى جاله ادميرال بحري من هناك
وقال له عايزين نقوم بعمليه مشتركه بيننا وبينكم لضرب القذافي، ورفض مبارك. لكن هم وفي لحظه معينه هم اللي يقولوا لك ما هم اللي لما اليك هتمتد يوقفك. ما هي طول عمر مصر يسمح لها بالامتداد الى حين مع محمد علي، مع عبد الناصر، مع اي وقت في محاوله لتحجيم دورك. ولذلك انت كنت بتغزو بفكره التسلل اللي هي ايه؟ التاثير في الجماهير من خلال القوى الناعمه. كان الراديو بتاعك، التلفزيون بتاعك، مدارسك، تعليمك، ازهرك، كل الحاجات دي كلها كانت وسائل للتسلل الى فوق الحكومات وخلف الحكومات. يعني ما كانش قضيه الحكومات. لما تراجعت هذه القوى الناعمه اصبحت المسائل حديه واضحه خالص وجافه.